تمام، السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو حنبلش حل اكزامبل على الموضوع اللي أخذناه. هذا الموضوع كثير مهم، أو سؤال كثير مهم صراحة وحلو جدا. بحكي لي هذه المسألة: في عندي for the system shown in the figure determine the generalized physical properties اللي هي M star C star K star و F star. Let U of T at the point A2 in the figure a generalized coordinate. يعني بكل بساطة إنه إحنا نعتبر المرجع الأساسي اللي عندي هو هون، يعني Y. يعني انا هذا السيستم كيف بده ينزل او بده ينزل؟ راح ينزل هيك، تمام؟ فبالتالي هاي هي واي، والباقي ايش؟ اللي بدي اشتق منه، تمام؟ فبالتالي هاي هي المرجع الاساسي. كيف كانت قبل شوي؟ هي ثيتا. يعني لو قال لي حلو بدلاله ثيتا، على فرض انه بكون حط لي انه هاي الاشاره هي ثيتا، انه هون هي ثيتا، فبالتالي بتكون هي ثيتا هون. فكل شيء بيجي على اساسها، زي ما عملت هسه الف ثيتا واثنين الف ثيتا وثلاث الف ثيتا والى اخره. هون نفس الشيء، قال لي هاي هي اليو اوف تي، تمام. طيب شو بخصوص المسكين هذا؟ يقول لك هذا مش الاساحه اللي بدي اياها، فبسميها 1 بي 1 كي 1 والى اخره. فهاي تكون ازاحته بتخصه هو يعني، تمام. بس كونه هذا في مشترك بينهم، في شيء بدنا ناخذه يعني بخصه، تمام. طبعا بدنا نحله على مجموع المومنت ونحله على مبدا الفيرتشوال وورك ونشوف هل راح يطلع نفس الاجابه ولا لا، او ممكن ما نحلوش على مبدا الفيرتشوال وورك، يعني انتم حرين. خلينا نشوف هون الكتاب شو حاله. حاله على مبدا ال ايش حاله والله؟ حاله على مجموع المومنت، بس برضه بتقدر تحله على الفيرتشوال وورك. انا متاكد كمان انك بتقدر تحله على مبدا الفيرتشوال وورك، تمام. خلينا نشوف السؤال. قال لي هذا الماس ريجيد ماسلس، وهذا قال لي انه ريجيد. هذا ما له كتله، يعني خلص ما في ام هون وانرشال مومنت وانرشال فورس، وهذا له، تمام. ليش طيب ما اعطاني انه هاي عليها مومنت؟ بقول لك بكل بساطه عليها ماس. بكل بساطه اذا هذا صار ماس بتصير هذا دبل مش سنجل ديجري اوف فريدم، يعني موضوع ما اخذناه لسه. فعشان هيك بدك تركز بهذا الموضوع، بدك تركز هذا الموضوع انه هذول الثنتين كل واحدة ماس، فبالتالي مش سنجل ديجري اوف فريدم بصير. اما لو انهم لو واحد ريجيد واحد ماسلس وواحد له ماس، معناته هو سنجل ديجري اوف فريدم. طب خلينا نحل، خلينا نبلش باللي فوق، او احنا بدنا نعمل فري بدي دياجرام. نعمل فري بدي دياجرام لكل واحد، الجسم اللي فوق وهي الجسم اللي تحت، كونه ثابت من هون فاكيد راح ينزل، وهذا كونه ثابت زي هيك اكيد ينزل هيك، تمام. فهذا راح ينزل هيك وهذا راح ينزل هيك. هاي كشكل الإزاحة، هذا ماله شكل الإزاحة مش الفورس. فبالتالي شو بنعمل؟ خلينا نحدد القوة. في عندي هون أنا قوة ثابتة هون جاية، هون هيك جاية، هون اسمها اف اوف تي. ماليش بالاقتران جوا، ان شاء الله كان بطيخ. دبليو ساين اوميجا تي وغيرها ماليش فيها. اف اوف تي على مسافة 2a، وعندي هون قوة سبرينج، قوة سبرينج زي هيك تاني. طب بتقولي ليش ما رفعتهاش لفوق؟ لأنه أنا أول شي هذا مرجعي، تمام. هذا مرجعي، هذا نزل هيك، فبالتالي الفورس تكون هيك، وهاي مشتركة بينهم. إذا هاي الفورس لفوق، هاي الفورس هتكون لتحت، فبالتالي عندي فورس لتحت كي في واي. بس خلينا هسه طبعا الشغل كله على أساس إنه اقتران واي أو يو، احنا نسميه واي هسه، تمام. هاي الفورس اللي عندي لهذا الشكل، وهون عندي الرياكشن ما بتهمنيش، الرياكشن ما بيهمنيش. هسه هون شو في عندي؟ في عندي الزومبرك هون اللي هو كي، صح، 100% ما في اي خطأ. هاي ايه وهاي ايه. عندي هون السبرينج اللي هون الفورس تبعته طالعة لفوق هي كي 2، هاي كي 1. في اشي خلي الاشي شوي، هذا يكون كي 2 في واي. ليش انا سميت هاي واي مش واي مش ثيتا؟ اول شيء انه قال لي خليه واي. وليش طيب الواي هاي بالذات؟ لانه هاي هو قال لي الواي هون، لو قال لي الواي هون فتكون هاي واي، واللي بعدها بتكون اكبر منها، تمام. وهون في عندي سبرينج اللي هو اللي فوق اللي هو سبرينج كي 1. كي 1 في ازاحته، اترك ازاحته على جنب، اترك ازاحته على جنب. والسي الدامبنج، هاي الدامبنج سي في واي دوت، بس ما راح اقول واي دوت، تقول واي دوت غلط، عشان هيك خلي الازاحه تبعته على جنب. طيب هذا طوله 3a،
معناته في عندي على مسافة 1.5 تقريبا، هون في عندي force وعندي moment، بس هاي هي كل الفورس اللي عندي. هذا دائما i في ثيتا دبل دوت كنا، وهذا شو اسمه الفورس F اللي هي الكتلة 3. إيه شو اسمه، هون أعطاني الأم جاهزة، يعني مش بير يونت لينكث، يعني هاي أم، فهذا تكون أم في الارتفاع، اترك الارتفاع على جنب. طب تقول لي أم بتضل اتركهم كلهم على جنب؟ بقول لك اه اتركهم كلهم على جنب، وخلينا نشوف شو بدنا نعمل. أول شيء بخصوص اللي فوق، بخصوص اللي فوق إزاحته شو بدها تكون؟ إزاحته ها شو بدها تكون؟ بقول لك نيجي لهذا البيم، هذا البيم هاي مسافة ايه، وهاي كاملة من هون لهون ايه، ومن هون لهون ايه. اذا هاي المسافة واي، هاي المسافة كم بدها تكون؟ اول شي هون مبين معي مثلثات ايه ايه ايه، فبالتالي هي بدها تكون 2 على 3 واي، تشبه مثلثات، وهاي واي و3. طب وهاي تبعت الانيرشال فورس 1.5 واي، ايه نص واي اه، هاي نص واي، مش 1.5، نص، خليني بس اكتبها زي هيك، نص المثلث كده تكون 1.5، فبالتالي هاي نص واي. هيك انا عرفت ازاحة كل واحد. ليش الازاحة بتهمني؟ بتهمني عشان اذا بدي اعمل الفيرتشوال وورك، وبتهمني اذا بدي احل شو اسمه، بتهمني مشان الفورسز، كيف يعني مشان الفورسز؟ يلا احنا قلنا ثيتا دبل دوت، بس هون انا ما بقدر اقول ثيتا دبل دوت، ليش؟ احنا قال لي خلي كل شيء بدلالة واي، فبنرجع بنكرر الثيتا شو هي؟ واي على ال، الثيتا اللي هي الثيتا الشكل كامل، ثيتا الزاوية اللي هي واي كاملة على الطول كامل كم؟ 3a. معناته إذا بدي ثيتا دوت تكون واي دوت ثيتا دبل دوت واي دبل دوت، فثيتا دبل دوت شو بتكون؟ واي دبل دوت على 3a، معناته الماس مومنت اوف انيرشيا في واي دبل دوت على 3a. طيب والتبعت الفورس، بقول لك بنفس الفكرة، إزاحته كم؟ إزاحته نص واي، إزاحته نص واي، يعني نص واي يعني ام في واي دبل دوت على 2، إزاحته نص واي. بس هاي هي كل الفكرة، هاي هي كل الفكرة، تمام. طيب ال كي 1 شو بدها تكون؟ اذا بتقول لي كي 1 في 2 على 3 واي غلط. بتقول لي ليش؟ بقول لك هو كي 1 في 2 على 3 واي، بس احنا في واحد ثاني مربوط فيه، يعني اذا هذا نزل هذا كان ينزل، تاخذ الريلاتيف بينهم ناقص، هاي مش واي 1 هاي واي 2 على 3 واي ناقص هذا الجسم، شو بدي اسمي ازاحته؟ سمي ازاحته واي 1 واي 1، تمام. والدامج بين دامج هيو سي في واي دوت على 3، لانه واي دوت على 3 عشان السرعه، تمام. هيك انا حددت كل الفورس اللي هون، وباجي برجع للي هون. هاي اف اف تي ما بتهمني ازاحتها، انا اذا بيهمني المومنت باخذ مجموع المومنت وخلاص. هاي شو بدها تكون؟ واي 2 على 3 واي، نفس اللي زعل هناك، ناقص واي 1، تمام. هسه شو الفكرة؟ إذا بدي أطبق مبدأ، إذا بدي أطبق مبدأ الفيرتشوال وورك، بتقول هاي نزلت هيك عنها، بتفرض هاي دلتا ثيتا، بس أنا ما بهمني دلتا ثيتا، بدنا نحولهم كلهم لواي، بدنا نحولهم كلهم لواي، يعني هاي هذا الارتفاع شو بده يكون؟ دلتا ثيتا إيه، إنه شو اسمه؟ إيه إحنا كنا نحكي إنه هذاك ال، كنا نحكي إنه الارتفاع ال دلتا ثيتا، أه كارتفاع ال دلتا ثيتا، انا ما بدي ادل دلتا ثيتا، فبكون ايش؟ انك تقسم على دلتا ثيتا، فعشان هيك لا تطبق مبدا الفيرتشوال وورك، لا تطبق، بدك تفرض انه هاي دلتا واي، فهي تكون 2 على 3 دلتا واي والى اخره،
ما تحله ومبدأ الفيرتشوال وورك بغلب. تمام، فبالتالي شو بعمل؟ باخذ مجموع المومنت هون بيساوي صفر، وباخذ مجموع المومنت هون بيساوي صفر. طب ليش تاخذ مرتين؟ بقول لك انت Y1 بدك تخفيها من المسألة. اللي Y1 شو بدك تسوي فيها؟ تخفيها من المسألة. فبتاخذ مجموع المومنت هون بيساوي صفر، بتطلع مين؟ بتطلع Y1 بدلالة الباقي. تمام، صراحة وقفت الفيديو ما عرفت شو وين صرت، فبس برجع بكرر آخر إشي، إنه باخذ المومنت هون عشان أطلع Y1 بدلالة Y. تمام، مجموع المومنت هون بيساوي زيرو، بحكي K1 في الإزاحة تبعته 2 على 3 Y ناقص Y1 مضروبة في الطول 3A زائد A ناقص F of T F بدي أسميها في 2A بيساوي زيرو. فك المعادلة كيف يعني؟ أو فوت الثلاث A لجوا. تمام، بنفوت الثلاث A لجوا، فبالتالي 3 مع 3 بتطير، فبصير عندي K1 اثنين K1 في Y ناقص 3 K1 في A، طبعا في A في Y1 ناقص F في 2A بيساوي زيرو. A مع A بتروح، K1 عامل مشترك، لا مش K1 عامل مشترك، أنا بدي Y1 صح؟ نقول الطرف الثاني Y1 بدها تساوي 2K في Y ناقص F على A على 3، هاي Y1. شو بسوي هسه؟ بروح على السكشن الثاني، باخذ مجموع المومنت هون بيساوي زيرو، مكان Y1 شو بحط؟ بحط هذا اللي عملته هون. تمام، وبحل، بطلع مين؟ ام ستار وهذا الشيء اللي هيه. خلينا نشوف حل الكتاب. هيو K1 في 2 على 3 يو ناقص U1 في 3A بيساوي 2A F نوت في ساين أوميجا تي. طبعا شو اللي هو؟ لما نقلها الطرف الثاني، بعدين راح على الأصلي. شو قال؟ I نوت على 3A. شو ال I نوت على 3A؟ اللي هي المومنت. هيو هيو 3 على 4 ام اي يو دبل دوت، 3 على 4 اللي هو ام واي دبل دوت، هذا مضروب في مين؟ لو تاخذ مجموع المومنت مضروب في 1.5، 1.5 على 2 3 على 4 اي على 3 سي يو دوت. هاي طبعا انا هون اللي طالب المومنت، في المسافة من هون لهون اي اي في سي على 3، هيها K1 في هاي الشيء اللي هذا K1 كله ما بدي شيء، بهمنيش اصلا يعني، كله هذا ما راح يهمني اصلا بالحل، ما راح اخذه. وثلاث A K2 فيو، هايو هاي K2، هاي 3A اللي هي هاي، و K2 فيو هايو قوة في الإزاحة اللي هم هذول. بس شو بعمل؟ كل شي جنب اليو باخذه، مثل مين؟ أو كل شي جنب يو دبل دوت، هاي اليو دبل دوت، شو جنبها؟ أم ستار، مين هم؟ اي نوت في 3A 3 على 4 ام في A، في غيرهم؟ لا. سي ستار، وين سي ستار؟ كل شي جنب كل شي جنب اليو دوت، فش غير يو دوت واحدة اللي هي A على 3C. طبعا هون شو عمل؟ قسم على A مشان ما يصير كله بدلالة A. والكي ستار قال لي 3K2، شو 3K2؟ مش قلنا 3K2 هيها هاي بس K1 وين راحت؟ شالها كاملة، ما صراحة ما بعرف. و F of T اللي هي مين؟ وين F of T؟ اللي هو الثابت، مين الثابت؟ اللي هي الأولى هاي، هاي هذا F of T. دقيقة أنا كده مخربط، أو آه هذا كامل اسمه F of T. تمام، ف اوف تي ستار بده يكون عندي، هو بطلع عندي سالب 4 على 3 اف نوت في تي،
واللي هي عبارة عن، أنا بقول لك شو، مش اليو 1 الواي 1 قلنا إنها بتساوي، خلينا بس أشوف شو بتساوي كانت عشان مش عارف أكتب. قلنا الواي 1 هي 2 كي واي ناقص اف على 3. الاف على 3 شو هي؟ طبعا بدي اضربها بمين؟ ب2 اي، بدي اضربها ب2 اي، ف2 اي اف في ساين اوميجا تي على 3 مضروب في مين؟ في المومنت تبعه. كم المومنت تبعه؟ هي 2 اي، فبتطلع معي سالب 4 3 اف نوت، بتطلع معي سالب 4 3 اف نوت. برجع بكرر، انا الاف اللي عندي، الاف اللي عندي اللي هي الواي 1 هون هي هاي الواي 1 اللي هي F. انا باخذ الاف جهة الاف اللي بدي اياها اللي هي اف على 3 مضروبة هون في ايش؟ في 2 اي، تمام، مضروبة في 2 اي، 2 اي، وفي كمان 2 اي عشان هيك وصلوا 4 اي، والاي مع اي من القاسم على اي بتروح، مش عارف في رقم خطأ صراحة والله ما عارف وينه. فالمهم انها تطلع 4 3 اف نوت. انا كاتبها عندي، انا كاتب عندي لما اخذ على الدفتر يعني ورا الدكتور، انا كاتب المعادلة هيك بتصير 2 على 3 واي او 2 اي في كي 1 في 2 على 3 واي ناقص 2 على 3 اف نوت على كي 1 في ساين اوميجا تي. ف2 اي مع الاثنين 4 اي على 3، طبعا هو قسم كل المعادلة على اي اخر اشي يعني، بعد ما رتب هاي قسمها كلها على اي، فشو قال؟ 4 3 4 3 ساين اوميجا تي. هاي نون تو كي، ما بتهمنيش اي شيء في كي 1 طيرناه احنا، او كي 1 مع كي 1 بتروح 4 3 اف نوت في ساين اوميجا تي. هاي 2 اي او 2 4 3 ساين اوميجا وفي سالب طبعا. هاي هي كل الفكره، تمام. فهي هيك حلتها، هي هتسمى واي 1 هتسمى واي، حل فريبت دايجرام على اساس. طيب خلينا ناخذ البروبلم. طبعا البروبلم فيهم اخطاء، البروبلم فيهم شوية اخطاء بالاشارات يعني، ممكن انا مخربط عادي، بس لا انا متأكد ان في اخطاء. نيجي لبروبلم 21.1، بيقول لي فور ذا سيستم شو ديترمنت جنرالايز ام ستار سي ستار كي ستار اف ستار بدلالة اليو ودلالة واي، حيث الواي وين؟ هاي الواي، حددت انه الواي من هون. يلا بنفس الفكرة، هذا البي ام راح يطلع لفوق، فبالتالي هاي هيك كان، كيف راح يصير؟ راح يصير هيك، راح يصير هيك، تمام. إذا هاي المسافة واي، من كل شيء جاب بدي دلالة واي. إذا هاي واي، هاي المسافة بدها تكون قديش؟ إذا هاي 2 وهاي 3 بنسمي هاي اتش، تشابه مثلثات، اتش على 3 بتساوي واي الأصلية على 2، معناته هاي 1.5 واي، هذا الاتش، هذا ال h 1.5 y إزاحة عشان مسافة الدامبينج. طب وهاي الإزاحة كم؟ إذا نحن هون 1.5 هاي تكون 3 y، تمام. حددت مين الإزاحات هذول؟ هسه بدنا نيجي للماس، هذا ريجيد بيم، ريجيد بيم شو قلنا عنه؟ إله ماس مومنت اوف انيرشيا وإلى آخره. هذا كيف؟ نزل لتحت، فكيف الماس مومنت اوف انيرشيا؟ لفوق، وكيف المومنت؟ برضه لهيك، أنا بدي أرفع هاي الجهة، تمام. فهذا شو بده يكون؟ قلنا ام في واي دوت، بس بدنا نركز احنا ام في واي دوت، بدنا نشوف شو الواي دوت تبعتي. هاي الارتفاع قديش؟ هذا الارتفاع اللي هون هو بنص البيم، البيم كامل 8، فكم نصه؟ 4، معناته هو على مسافة 1 من هون، لا مسافة 2 من هون، مسافة 2 من هون، 2 4 معناته هي بالنص.
تالي هاي الواي كم؟ بدها تكون برضه واي، يعني هاي الإزاحة واي، فهاي ام في واي دوت دبل دوت، تمام؟ طيب الماس مومنت اوف انرشي اي في ثيتا دوت ثيتا، قلنا ثيتا هاي هي ثيتا، سواء هاي ولا هاي نفس الاشي، فثيتا شو تكون؟ واي على 2، معناته ثيتا دبل دوت تكون واي دبل دوت على 2، فمعناته هاف في واي دبل دوت على 2، وهاي الدامبنج حكينا هظل عندي مين؟ الفانكشن هاف فانكشن 5 مستطيل كم قيمته؟ 5، ف 1 نصه على مسافة 2 ونص، يعني في عندي هاف على مسافة نص من البيم هاف من هون السبورت، في مسافة نص شو قيمته؟ 500 اف اوف تي في 5، يعني هاف باوند لكل فيت، فالوحدة بالفيت تكون 2500 اف، سميه اف بس. طب شو ازاحته؟ اها هذا 2 وهذا نص، يعني بتكون ايش؟ ربع ربع واي، ربع واي، تمام. طلعت كل شيء، هات شو بدي اعمل؟ بطبق يا مجموع المومنت بيساوي زيرو، يا لما يا الدلتا بتساوي زيرو. كيف يعني الدلتا؟ يلا هاي الازاحه شو اسمها؟ بسميها دلتا واي، اللي كل واي نفسها، يعني ترجع تضرب كل شيء في نفسه، هاي كل فكره. او بضرب بالمومنت، كل اذا هاي المسافه دلتا واي، يلا بقول لك بكل بساطه نجي من الكبير، هذا زنبرك، شو قوه الزنبرك؟ بالاصل هي كي في 3 واي، كي اول شيء كمان مش بخصوص الاتجاهات، قلنا الفورس هيك، فورس هيك، وهاي الفورس هيك لفوق، وهذا فورس هيك، كل الفورسات لفوق كلهم نفس الاتجاه، تمام. راح تحكي كالتالي، وكلهم عكس الديفليكشن، كلهم عكس الديفليكشن، راح تقول لي عبارة عن السبرينج كي مضروب في 3 واي، هاي قوة الزنبرك، هاي قوة الزنبرك بده ينضرب في الإزاحة، كم الإزاحة كاملة؟ 3 واي، أو دلتا واي على 3، إذا بدنا إياها 3 دلتا، دلتا واي على 3، ناقص طبعا، ناقص الدامبنج، الدامبنج هو سي في واي دوت، أول شي الزنبرك هو سي في الدامبنج، سي في 1.5 واي، وشو الدامبنج تبعه؟ 1.5 واي دوت، هي كل الفكرة، أو اللي هي دلتا واي، 1.5 دلتا واي. لا دقيقة، 1.5 دلتا واي، صح 1.5 دلتا واي، هذا ناقص ام واي دبل دوت في مين؟ في دلتا واي، ناقص اي في واي دبل دوت على 2 في برضه واي دبل دوت على 2، مش دي ام واي دلتا واي، فيش شي بتربع، فيش دلتا واي بتربع، واي دوت بتربع، لا كله دلتا واي، يعني هاي دلتا واي دلتا واي دلتا واي، وعند الاقتران 2500 اف ينضرب في ربع دلتا واي، بس هذول 1 2 3 4 5، 1 2 3، 1 2 الفورس هاي 3، هذا 4 والمومنت 5، 1 2 3 4 5، كل هذا بيساوي زيرو. يلا بس خلني امسك هاي، كل اشي دلتا واي بروح، هاي دلتا واي بتروح، 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 يلا كي في 3 على 3، لا كي في 3 دلتا واي، مش 3 دلتا واي، احنا قلنا كم تطلع معي؟ 9 كي واي، طبعا نساكم السالب من كلهم سوالب بصيروا كلهم موجب، 1.5 1.5 اللي 1.5 تربيع واي سي ناقص أو زائد سي 1.5 تربيع 2.25، 2.25 واي، واي دوت أس واي دوت زائد أم واي دبل دوت زائد واي
دبل دوت على 4i زائد 2500 على 4 625 اب تساوي زيرو، تمام. او هاي بنقولها الطرف الثاني بتصير سالب وعلى اخره. طيب بدي امسح كل اللي فوق مبدئيا، خلص يعني اللي بكون بكتب ورا الفيديو، بحضر ورا الفيديو بشوف. بنكمل هسه. شو معطيني كم؟ معطيني بالقيم مسألة بالهون كي 5000 باوند لكل انش. يلا ببلش اعوض الكي. هسه شو الكي ستار؟ 9 واي، 9 واي اي بدون واي، 9 كي. يلا كم الكي؟ 9 كي. كم الكي؟ 5000. 9 ضرب 5000 45000. سي ستار سي في واي دوت او سي في 2 ربع، سي كم؟ 1000. ف1000 في 2، 1000 في 2 ربع 2250. وام ستار بتساوي ام واي دبل دوت، عندي ام زائد اي في واي دبل دوت زائد اي، اي على هون في اي، اي على 2. بس نركز شوي هون، استوقفنا شغلة كثير مهمة. اي على 2، 2 ايش؟ 2 ايش الوحدة؟ فيت. بس احنا لما قاعدين نحسب رح نحسب الانش، هسه احنا كل شغلنا انش، فايش بتكون؟ 2 ضرب 12 واللي هي 24، تمام؟ ركزوا، ركزوا بهذا الشيء، ديروا بالكم. فهي ام ستار، والاف ستار اللي هي 625. طبعا 625 ايش؟ اف اوف تي، خلص 625 ثابت معهم. طيب يلا فكرة مين بالاي؟ الاي شو بدها تساوي؟ قلنا 1 على 12 في ام، ام للبيم، كم ام للبيم؟ نعطيه التوتال ويت جاهز بدون تركيز 800. ف 1 على 12 في 800 هاي، هذا وزن على الجاذبية، الجاذبية بالانش 32.12 ضرب 12 مضروب في مين؟ في الطول. كم طوله كامل هذا؟ 3 × 6 واثنين ثمانية، 8 فيت، يعني 8 × 12 انش بس. بعوض الاي وهاي بحطها 800 على الجاذبية بطلعها. هسا قلت لكم في خطأ بس مش مني طبعا، من الكتاب. ليش؟ بقول لكم خلينا نشوف حل الكتاب. هذا حل الكتاب هيو، طبعا نفس الشيء هي اي دوت 24. كثير لو واحد شاف حل المانيوال يقول لك ما نجت 24، ما فيش 24، فهي لا، هي 2 في 12 2500 اف اوف تي، تمام. 3 على 2 كل شيء حكيته تمام، هيو هون كل شيء حكيته تمام ما عدا هون. هيو هاي 9 4 على 2 ربع، وهي 9 كي اوكي، و2045 هي 625، هيو شايفين. بس هون مثلا 900 ضرب في 100 مش في 1000، هي 2 ربع في 100 حطمتها، لا هي في 1000، هي 2250 تمام. هي السي 1000 هو معوضها كم؟ 100. والغلطة هون، هون الغلطة الفادحة، قال لك اي على 288 زائد ام، تمام. الاي على 288 انساك 288، انا هاي بديش ادقق عليها. انا مشكلتي هون بال 60، 60 تربيع. انت لو تقعد تصفن، طب ما هو البين طوله 8، من وين جاب ال 60؟ هو ما اعتبر طول البين كامل 5 فجأة، 5 في 12 60، فهي غلط. هاي غلط. احنا شو طلعناها؟ خلينا نشوف انا شو طلعتها ونعوض مع بعض. طيب كانوا معوضين معوضين، هاي شو بدها تساوي؟ قديش بده يطلع معي كامل الام ستار؟ بده يطلع معي الام ستار اللي هي 832.2 ضرب 12 زائد اي، كم الاي؟ قلنا اللي هي هيها 1 على 12 ضرب 800 على 32، على 32.2 ضرب 12 مضروب في 8 في 12 الكل تربيع مقسوم على مين؟ على 24. طلع معي 68 وإشي. لا معناته أنا شوي يمكن أنا مخربط، دقيقة خلينا أحسب الآية لحالها. 1 على 12 مضروب في 800 32.2 ضرب 12 مضروب في 8 في 12 الكل تربيع، طلعت معي هاي 1590.06. بس لا هاي طلع معي، بس لو بدي أخذ زي ما هو عامل لي 60 تربيع بيطلع معي 621، بيطلع معي 621.
شو هذا الرقم اللي كتبته أنا؟ خلاص مش هذا الرقم طلع معي. هذا طلع معي 1590.06. هاي الآي لحالها في طيب معناته كم الأم ستار تطلع معي؟ بحكي أم ستار هي 800 ستمية 832.2 ضرب 12 زائد الآي اللي هي 1590.06 على 24، طلعت معي 68 وإشي. هسه لو هاي ضربتها بس فبطلع معي الجواب 68 وإشي. هو قديش حاطها؟ حاطها زي هيك، طلع 4.23. 4.23 يعني اصلا 800 على 386 لحالها بتساوي 2.07. هاي 2.07. صفت مشكلتي هون. انا هاي كل مشكلتي انه كيف جابها؟ يعني 1 288، 1 288 هي 24 في 12، دلتا واي على 12. طب ال 12 هاي من وين اجت؟ هاي 12 من وين اجت؟ احنا قلنا 2 فيت، طب هاي 1 فيت، احنا ما عندناش بالمسألة كلها 1 فيت، كان ما كان عندنا بالمسألة في عندي 1 فيت. هيو لو نرجع للرسمة، الماس مومنت اوف انيرشيا قلنا هذا قلنا هذا على مسافة 2، وكيف دلتا واي صارت 4 على 12؟ ما بصير هسه. صح، لا لا الكتاب صح، الكتاب ما في مشكلة. هيو زائد، انا مخربط، طلعت 1 على 12 1 288 ضرب 12 ضرب 386 ضرب 60 تربيع 800 غلط الكتاب 60. هاي أكيد الفكرة دلتا واي 12، هاي نهاية شو قلنا؟ نرجع نكرر. انا غلط، نشوف ان شاء الله الرسم تكون بعدها. هيها هون احنا قلنا هاي دلتا واي صح؟ اذا هاي دلتا واي احنا هاي عاملين لها تشابه مثلثات، عاملين تشابه مثلثات. والله ممكن ما هي غلط، هاي شو بدها تكون دلتا واي تبعتها؟ دلتا واي على 2 بتساوي دلتا واي على 2. لا والله لا، الكتاب غلط خلاص. انا كنت بدي اقول انه واحد، انه طلعت معي واحد، انه واحد فيت. مش مهم الدقيق وش، ما فكره يعني. انا بالنسبه لي لو انا دكتور وطالب وصل لي لهون مش راح ادقق عليه على التعويض اللي هون يعني، او على هاي لحالها. تمام. ثم المساله الثانيه، بس نبلش اسرع شوي لانه خلص الفيديو طول على الفاضي، حكي فاضي. عندنا هاي المساله، او خلوها المساله شوي. عندنا هاي المساله، هاي المسألة determine the generalized quantity M star C star. بس إذا عندي select theta of t، وهيو قال لي وين الثيتا تبلش من هون. طيب أول شيء مشان ما تجيكاش المسألة، ممكن إنك تحلها بطريقة ثانية. كيف يعني؟ هاي جاي هيك، خليها هيك واحد، ما بيفرقش شيء. طيب هاي لو بدي حل، لو بدي أحلها هيك شو بده يصير عندي؟ في عندي هون اقتران مثلثي هون مثلا، وعندي هون دامبنج، هاي بتغطى هيك، وعندي هنا الدامبنج، هذا سبرينج وهذا دامبنج. تمام. هذا لو بده يطلع كيف بيطلع؟ كله بيطلع هيك. تمام. فلو انه انا رجعته وطاجته رح يطلع كيف؟ هيك. تمام. فهيك انا عرفت كيف الديفليكشن شكل، كيف عرفت شكل الديفليكشن؟ ايش؟ عشان اشارات القوه، عشان القوه. تمام. بحكي لك انه الجسم، طبعا اذا عندي هاي الزاويه ثيتا، بنفس الطريقه من المثلثات، قواعد المثلثات، كونه هاي عموديه بزاويه 90، فهاي الزاويه هي ثيتا برضه، معناته كل شغلي سهل جدا. طيب شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي نحدد الفورس. بدنا نكون بس بالله سريعين شوي. عندي هون رياكشن، عندي هون دامبنج سبرينج، وعندي هون دامبنج. راح تكون عندي كيف؟ لا كيف هيدا تكون عندي؟ تكون عندي هاي لتحت، لانه وين كان، وين صار على وين كان. هاي الدامبنج هيك، وهذا الفورس هيك، وفي عندي هون انيرشيال
وعندي مومنت كمان، هذا السيستم قلنا هيك صار. كيف بدي ارجع لوضع الطبيعي؟ بلفه هيك، وهون نفس الاشي في عندي ماس هيك او انه يعني افقية، وعندي المومنت تبعها. تمام، فعندي هذول، بديش احكي هذا لك خلص. طيب شو الفكرة؟ احنا كل بدنا اياه بدلالة ثيتا. طيب ممتاز، انا معي هذا الطول ال وهذاك ال، طبعا هي عشان ما تتركوش انه رجعت هاي من هون لهون ال على 3. ليش؟ تركيز مثلث، صار ديروا بالكم. هون في عندي انيرشال فورس، كنا شو بدها تكون قيمتها؟ هذا ماس بير يونت لينث، كم طوله؟ ال، فتكون ام بار في ال، هاي قيمة الماس. بدي اضربها بمين؟ في الاكسلريشن. شو الاكسلريشن؟ احنا قلنا بالعادي واي دبل دوت، فشو بده يكون واي دبل دوت؟ شو بده يكون واي دبل دوت؟ بكل بساطة هو كنا الديفليكشن، لو فرضنا هذا الديفليكشن بس زي هيك، اذا هون الواي او ها، وهاي الثيتا، وهذا ال، معناته ثيتا بتساوي او واي شو بتساوي؟ ثيتا في ال. طيب اذا كان بالنص، ما هو الماس بالنص، ال على 2، فثيتا معناته في ايش؟ بتكون إيه؟ ثيتا ال على 2. تمام، واذا بدي اكسلريشن ثيتا دبل دوت. هاي هي كل الفكرة، انه الواي ثيتا في ال، معناته شو التسارع؟ ثيتا دبل دوت ال. تمام، طب والمومنت اللي قلنا عنه هيك جاي هو اي في ثيتا دبل دوت، ولا تلعب فيه، قلنا دائما اي ثيتا دبل دوت، والاي عارفين شو هي. ترى نفس الاشي يعني، بس عشان تكونوا بالصورة، انه الماس اللي من هون والمومنت اللي من هون نفس هذول القانونين، لانهم بالنص كمان. فشو بعمل؟ بضرب هذا في 2، يعني هذا كامل بضربه في 2. تمام، بس يعني عشان تكونوا بالصورة. تمام، شوف عندي الدامبنج، الدامبنج هو سي برضه في واي. ليش في واي؟ طبعا واي اللي هي نفسها ال في ثيتا. طب ليش؟ بقول لك ما هو نفس الشيء، هذا نفس اللي تحت، سي في ال في ثيتا. تمام، وهذا الفورس مانيش فيها، بغير بلعبش فيها شيء. والزومبرك كي برضه في ال في ثيتا. تقول لي ليش؟ بقول لك احنا كي في واي، وهاي الواي عندي، فبالتالي ايش؟ الواي هي ال في ثيتا. تمام، باخذ يا مجموع المومنت تساوي صفر هون، يا باخذ الديفليكشن اللي هي الديفليكشن. كيف الديفليكشن؟ زي قبل شوي، انا بفرض ازاحة دلتا ثيتا وبحل على اساسها. كيف يعني ازاحة دلتا ثيتا بحل على اساسها؟ بقول لك يلا نبلش، اي ثيتا دبل دوت هذا لهذا، شو الازاحة تبعته؟ دلتا ثيتا، بغيرهاش، بطل دلتا ثيتا زي ما هي. طبعا في زائد وناقص، بديش اهتم بالاشارات هسه مبدئيا. عندي هذا شو هو؟ 2 زائد، خلينا نقول 2 مضروب في ام ال ثيتا دبل دوت ال على 2 مضروب في الازاحه تبعته. شو الازاحه تبعته؟ دلتا ثيتا على 2 زائد كي ال ثيتا في دلتا ثيتا زائد سي ال ثيتا دوت في دلتا ثيتا على ال على 2، اي دلتا ثيتا لحالها. السبرينج ها، الفورس المثلث زائد او ناقص، مش مهم الاشارات هسه، زائد او ناقص الفورس اف اوف تي مضروب في مين؟ في دلتا ثيتا على 3. مش تقول لي ال على 3، ال ما بتظهر معي هون، ال ما بتظهر معي الفورسز هسه. ممكن بتركيز الفورس، شو الفورس؟ هو نص القاعده بالارتفاع، نص اف في ال، هيك اوكي انت عيني. شو ظل عندي؟ اتوقع بس هذول، بس هذول. يلا بشيل كل، بشيل بشيل كل دلتا ثيتا، دلتا ثيتا، دلتا ثيتا، دلتا ثيتا، طبعا يساوي صفر، كل دلتا ثيتا، دلتا ثيتا. يلا شو الام ستار؟ قول لي اي لحالها زائد مين معاه ثيتا دوت؟ 2 مع 2 بتطير، فبضل عندي ام ال تربيع 2 ال ثيتا كي ال زائد كي ال زائد سي ال. هسه هذول مين؟ ام ستار، وهذا مين؟ طبعا هون 2، اسف، هون عندي مومنتين، وهون عندي مين؟ كي ستار، وهاي عندي مين؟
سي ستار، واف ستار ايش؟ 1/6 اف في ال، سدس اف ال. طيب هاي وهذا الشيء اللي عمله، هي سدس اف ال، هيها شايفينها اف ستار، وهي كي ال، وهي سي ال. هاي غلط، مش 7/12 تو، هاي غلط. هون حاط لك زي هيك، هون في عنده غلط، هاي مش 7/12، تطلع من 2/3 ترى، هاي بتطلع 2/3. وحد مقامات لحالك وشوف، تطلع 2/3 تمام. طلع لنا هاي، هاي صراحة أنا مش متمكن منها جدا، يعني في مش عارف هل هو في خطأ أو لا، هل هو في خطأ أو لا. هاي اللي هي هاي، هاي شو فكرتها؟ عادي بكل بساطة، عندي بيم رجد طوله ال، في عليه دامبنج من هون، طبعا هذا البيم راح ينزل معي بسبب المومنت هذا هيك، في عليه دامبنج زي هيك تمام، في عندي ديسك مربوط، والديسك مربوط في ايش؟ في كي. طيب وهون الواي معناته ذا هاي واي، هو طبعا بده الكوردينيت بدلالة واي، فذا هاي واي هاي ثيتا، فالماس توتال ماس 200، بدي ارسم ليها ام، ام بدون اي شيء يعني، فهاي بدها تكون عندي الماس، ماس مش ماس بير يونت لينث، ماس في الاكسلريشن، الاكسلريشن ايش؟ واي دبل دوت، بس بدنا نركز واي دبل دوت ايش؟ على 2. ليش على 2؟ احنا قلنا اذا هاي واي، هاي نص واي انه بالنص. طيب وشو المومنت تبعها؟ اي في ثيتا دبل دوت. طيب شو ثيتا دبل دوت؟ هو نفسه واي دبل دوت تمام، مش لانه بالنص قلنا ايه هو ثيتا دبل دوت. طب ثيتا لحالها شو؟ واي على ال. طيب الكي كي في واي، ما هو الواي عندي ايها، والسي سي في واي، يعني هاي فورس السبرينج فورس الهاي جبناهم تمام. وكمان خذها قاعدة، إذا بدي والام اوف تي هو فانكشن مومنت بضل زي ما هو. طيب هسا كل فكرتي اني انا لو بدي ابدا اخذ على مجموع المومنت او على مبدا الفيرتشوال ورك، انه انزل هيك، طبعا في عندي ديسك، انه شو بصير؟ انه اخذ مجموع المومنت هون، فشو عندي هاي؟ ام واي دبل دوت على 2 ضرب ال على 2، وكمان عندي المومنت اي في واي دبل دوت، مين عندي الكي؟ كي في واي في ال، سي واي دوت في ال، والديسك بيعمل لي مومنت اي ديسك. هسا في ثيتا دبل دوت، شو سمى لي ثيتا دوت دبل دوت؟ سمى لي اياها واي دبل دوت على اي، وقال لي انه بيعمل لي ازاحة، هو لما حل على الفيرتشوال وورك، دلتا واي على اي. هاي الشغلة اللي انا ما فهمتها، ليش عملها زي هيك؟ والاي ان ما خاب ظني هي نصف القطر، او بالاحرى انها هي نصف القطر، على اكيد هي نصف القطر، ايه يا نصف يا نصف القطر يا قطر كامل اللي هو طول الديسك، واحدة منهم. انا بقول لك بس صراحة انا مش عارف، يعني مش شايف شو في ايه بالمسألة كاملة. طيب وحل، خلينا نشوف هاي هيك كيف. فانا مباشرة سي ستار واضحة مع انها سي في ال، وكي ستار كي في ال، والام ستار واضحة مع انها بدها تكون ام في ال على 4 زائد الاي، وزائد الاي اللي بتخص الديسك، هيهم هو هي يسمى زي هيك. انا مش عارف شو ليه، ممكن هذا الرقم المخفي هون سمالي هاي، بس لا هذا واي اوف تي هي. هيو قال لي برنسبل اوف انرشال فيرتشوال ورك واي دب، هيها بس عشان اورجيكم، ام في واي دبل دوت زائد ال على 2، انا قلت لكم هو اخر شيء زي كانه قسم على ال، دلتا واي على 2. ما هم اذا بدي اطبق مبدا الفيرتشوال ورك شو بعمل؟ بفرض انه هاي المسافة، هي قصدي هاي هي دلتا واي، فهاي ايش؟ نص الدلتا واي، وهكذا يعني صفت نفسها. المهم الفكرة، انه اصلا انتم كونكم واصلين لهون الفيديو فانتم عارفين شو الفكرة. فهاي دلتا واي على 2 زي ما قلت لكم في على 4، وهون الاي بيم في دلتا واي على ال، هي دلتا واي على ال، وهون رجع ظهر في دلتا واي على ال. ليش؟ على فكرة مبدأ الفيرتشوال وورك، على فكرة الفيرتشوال وورك، أنا لو أخذت مجموعة مو تساوي صفر، هذا ما بديش إياه، يهمني تمام؟
عشان هيك في فروقات، او ممكن شيء بروح مع شيء. واي دبل دوت في سي في دلتا واي، انا دلتا واي شو قلت لكم شو سميتها؟ لو اخذت مجموع المومنت في ال، فانا فعليا المعادله زي كانها بتصير مضروبه في ال، فشو السي ستار بتكون سي. تمام، كي ستار كي او كي في ال اللي بتاخذها هاي. هون الاي دي هيهم شوفوا شو عمل، دلتا واي على ايه في دلتا واي على ايه، وهاي ايش؟ ام في دلتا واي على ال. ليش؟ لانه ثيتا بتكون هاي ثيتا، وهذا المومنت هيك. شو اللي لو بدي اخذ على مبدا الفيرتشوال وورك، ام اوف تي في دلتا واي في ثيتا، شو الثيتا؟ دلتا واي على ال. ولو اخذت على مجموع المومنت، ما احنا بنعرف، لا لو اخذت على مجموع المومنت ما بيطلع معي، بيطلع معي ام اوف تي لحاله. طيب هاي بس بعد ما رتب المعادله، بس رتب المعادله شو قال لك؟ انه الاي للديسك هي نص ام في اي تربيع، نص ام اي تربيع، هيها واحد على اثنين ام اي تربيع. معناته فعلا الاي هي نصف القطر، الاي هي نصف القطر، بس ما حسيته طبق هذا الاشي على يعني فرضها من عنده، بحيث ان الطول اي تربيع يعني على اساس ايش جاب واي دبل دوت على اي. طب انا ليش ما طبقته بالمسألة الماضية بمسألة الديسك اللي حكينا عليه؟ هذا صراحة ليش مش، وهاي ما بتطلع 7/6 كمان، بس بعطيكم علم يعني. فايه مع ايه طارت 12 مع 2 صارت 6، فهي طبعا الام ستار، وهاي سي وهاي كي وهاي ام على ال. طيب ليش انا لو طبقت مجموع المومنت ما بطلع نفس الاشي؟ اذا حلينا على مجموع المومنت بكل بساطة يعني ما بطلع نفس الاجوبة. ليش؟ هاي طلعت من كي في ال وهاي سي في ال، والمومنت شو طلع معي؟ مومنت. بس اذا بتلاحظ انه هذول انا بتحكم فيهم. لو انا اخذت على طريقة مجموع المومنت زي ما قلت قبل شوي، قلنا هاي كان اسمها ال، وقلنا هاي مش موجودة، وقلنا هاي فيها ال زيادة، وهاي فيها ال زيادة، وهاي اصلا بعرف شو عمل، وقلنا هاي بتروح. فبالتالي لو بدي احل على هذا، على هذا الاشي، شو بتطلع معي؟ اف ستار ام اوف تي. شو بتطلع معي؟ سي ستار سي في ال. شو بتطلع معي؟ كي ستار كي في ال. وام ستار في قلب البسط اصلا ظاهرة معي. فاذا بتلاحظ انه هذول نفس اللي قبلهم بس مقسوم على ال. يعني هسه لو تقسم على ال وتقسم هاي على ال وتقسم هاي على ال، انت زي كانك قاسم كل المعادله على ال، زي كانك قاسم كل المعادله على ال. ها هون في ال، هون في ال، وهون اصلا في ال انا ضايفها اللي هي هاي مكان دلتا واي. لاحظ انه لما اقسم كل المعادله على ال بتصير هاي ام على ال، هاي السي بتروح، وهاي ال بتروح، وهاي ال بتروح، ورجعت زي ما هو عاملها. فعشان هيك انت تتحكم فيهم. يعني انا اصلا قبل ما اصور الفيديو حليت هاي المسألة، لا مش هاي، حليت الاولى بروبلم 1 حليتها، فطلعت مع الاجوبة هاي 90000 ال 1250 و200 الف 2005 اللي 5000 2250 4500. طب انا طلعت يعني، طب هم نفسهم، كيف يعني نفسهم؟ انت لما تحل المعادلة التفاضلية هاي 1250، انا لما بدي اجي احل هاي المعادلة، مش هاي قلنا ام ستار كاملة، وهاي سي ستار، وهاي كي ستار. طيب طبعا انت لو عوضت 4500 ولا 2250 نفس الاشي، لو عوضت 90000 و45000 نفس الاشي. ليش؟ ما انت بالنهاية كانك قاسم المعادلة. عشان هيك طريقة مجموع المومنت هي نفس طريقة الإزاحة، بس انا زي ما قلت لكم الديسك هون احنا بنعرف ان الاي للديسك دائما هي الاي، مش الاي قصدي المومنت تبعه بيساوي اي للديسك في ثيتا دبل دوت وحسبه. فهو فرض انه الديسك له ازاحه ايش؟ انه الثيتا دبل دوت شو هي؟ واي على ال او واي على اي، فرض انه زي هيك. بس انه رجع ضرب في دلتا اي على 2، انا هاي كلها ما عرفتها. انه زي الفكره ايش؟ انه زي ما كنا بتقسم على اي، انه هو كانه فرض الاي هي ال، وهذا الشيء مش منطقي. فهو شكله في ايرور بالمساله، بس في حال اجت بالامتحان احفظوها بتحتاجش شيء. طيب في سؤال كنتليفر، كان حكينا عن كنتليفر، هو هذا البروبلم. قال لي اذا الفانكشن فاي اوف اكس، واللي هو عباره عن الديفليكشن شيب، هذا عباره عن ايش؟ عباره عن هذا الشيء، يعني تعمل تكامل. قال له جيت ام كي ام ستار وكي ستار واف ستار، ايوه هاي الفكره. طبعا برضه هون زائد بالقانون، زائد ام زائد ام زائد ام، وانا مش عارف من وين جاب الام اصلا صراحه، لانه احنا قلنا انا فهمت، احنا قلنا ام ستار
قانون التكامل، بس في أم بالمسألة زيادة، هناك كان اسمها أم فيكس. فشو عمل؟ جمعهم. آه فهمت فهمت، خلاص تمام. فهون شو عملت؟ طبقت قانون أم ستار، هون طبقت قانون كي ستار، هون طبقت قانون كي ستار، هون طبقت قانون اف ستار. أعطيني فانكشن الاف اوف تي هي طول. قال لي إذا الاف اوف تي هي اف نوت في اف تي، فأي حل من صفر، من صفر لأل، من صفر لأل إيه القوانين اللي حكيناها. بس يعني عادي لو أجت بالامتحان هي سلافة صفة سلافة التكامل، يعني كوساين أو ساين، يعني مش إشي كثير. والاي اي ثابت، طب لما طلعها على برا اشتق قانون الفاي اوف اكس، انا اشتقته كامل. بس ان شاء الله هيك اكون انتهت مادة المد. اعطيكم الف عافية.